اوكي يا جماعة، هنكمل الجزء الثاني من المحاضرة. احنا وصلنا لحد ان احنا عرفنا ازاي نطبق الكلام اللي خدناه في تشابتر 3، اللي هو ازاي اعمل الليفر رول واجيب الكومبوزيشن، ازاي افهم ان في تفاعل اسمه يوتكتك اللي هو ليكويد بيتحول الى تو سوليدز، وإن في تفاعل برضو تاني اسمه اليوتكتويد اللي هو سوليد بيتحول إلى تو سوليدز. الاتنين بيبقى نفس شكل السبعة دي، لما أول ما أوصل لشكل التمانية، التمانية دي هي هنا بس مش واضحة كويس، على شكل تمانية بهذا الشكل وفوقيها الخط، يعني معنى كده ليكويد زائد سوليد بيتحول إلى نيو سوليد. ده دكتور بسميه الشير سكرين مش شغال. الشير سكرين مش شغال. طب مش تقول، وأنا عمال أشرح. لا مؤاخذة يا دكتور. لا انا اللي لا مؤاخذه، خدتش بالي. خدنا ازاي افهم، ازاي اعمل الليفر رول، ازاي اجيب في قد ايه سوليد وفي هي قد ايه ليكويد في السبيكه دي، وعرفنا ازاي نجيب الكومبوزيشن بتاع الليكويد والكومبوزيشن بتاع السوليد، عرفنا ازاي نطبقه في حالة اليوتكتك. اليوتكتك يعني على شكل سبعة بهذا الشكل، الليكويد بيتحول الى سوليد 1 وسوليد 2، ده في حالة اليوتكتك. في حالة اليوتكتويد نفس السبعة بالظبط، بس بدل ما كان ليكويد بيتحول الى تو سوليد، هيبقى سوليد بيتحول الى تو سوليدز اخرين. هو بالظبط زيه زي اليوتكتك بس في الحالة الصلبة. في البريتكتك اللي هو ان انا عندي التمانية دي، بدل ما كانت سبعة في تمانية والخط بتاع الرياكشن، يبقى عندي ليكويد وسوليد بيتحولوا الى نيو سوليد. ليكويد زائد سوليد 1 بيتحول إلى سوليد 2، سواء في حالة الكولينج أو في حالة الهيتينج. مثال عليهم الكيرف ده، نفس الكلام ده بنطبقه في الأيرن كاربون دايجرام. عندي الأيرن كاربون دايجرام، خدنا هنا سبيكة، ادي السبيكة بتاعتي، هنا السبيكة دي كده اللي هي فيها 0.2% كربون، وخدناها عند درجة الحرارة دي. الجاما تركيبها هذا التركيب، الألفا تركيبها هذا التركيب، نسبة الجاما اقسم دي على دي. طب نسبة الألفا يبقى اقسم دي على دي. دي اللي هي قاعدة ليفر رول العكسية. يبقى أنا عندي الأوستينايت لما ببرده بيتحول إلى خليط من الفيرايت والسيمنتايت، اللي هو ده التفاعل، إن جاما بتروح إلى ألفا زائد اف اي 3 سي، ده اللي هو تفاعل اليوتكتويد، اللي هو اليوتكتويد رياكشن.
التفاعل ده بيتم للسبيكة اليوتكتويد اللي هي 0.8% كربون. بسمي الخليط ده اللي هو ألفا زائد Fe3C اللي هو بيبقى عامل تركيبه برضه شرائحي كده، بسميه perlite. وبيتم التفاعل ده عند درجة حرارة 723 درجة سلسيوس. يبقى أنا قلنا إن الجاما بتتحول إلى ألفا زائد Fe3C. الجاما دي FCC structure، الألفا دي BCC structure. BCC structure يبقى أنا عندي جاما متشبعة بالكربون، مليانة كربون، فيها نسبة عالية جدا من الكربون، عايز يتحول من FCC لBCC اللي هي الألفا اللي دايب فيها نسبة قليلة جدا من الكربون. طب الكربون ده كله هيروح فين بقى؟ هيطرد ويروح يعمل الـ Fe3C اللي هو السيمنتايت. وقلنا الألفا زائد سيمنتايت بيعمل لي ستراكشر اسمه البيرلايت، زي ما احنا شايفين ادي شكل الاستراكشر اهو. يبقى عندي الشرائح بهذا الشكل، على شكل شرائح، كل شريحة خط، الأبيض في الرايت والأسود ده بيرلايت. يبقى أنا اليوتكتويد ترانسفورميشن اللي بيحصل عندي الناتج بتاعه بيرلايت ستراكشر. أوعى حد يكتب لي في الامتحان بيرلايت فيز، لأن البيرلايت مش فيز، زيه زي اليوتكتيك. هو اليوتكتويد عبارة عن ميكشر كشري، شايف؟ أنا شايف بعيني أهو تو فيزز، خط أسود وخط أبيض، خط أسود وخط أبيض، يعني شايف بعيني حاجتين، ازاي اقول عليهم هما الاثنين مع بعض فيز؟ لا، بيعملوا بيرليتيك ستراكشر. فالكلام ده كله بيحصل في حالة الصلبة، ما بيحصلش في حالة الليكويد، فبيطلع لي في الاخر very fine mixture، very fine structure ما بين الفيرلايت والسيمنتايت. وزي ما قلنا بيبتدي ان الاوستنايت يبتدي يتكون شريحه من الفيرلايت وشريحه من الاوستنايت، شريحه من الفيرلايت وشريحه من شريحه من الفيرلايت وشريحه من السيمنتايت، شريحه من الفيرلايت وشريحه من السيمنتايت، ويفضلوا يكبروا هما الاثنين مع بعض ويعملوا لي الشكل الشرائحي لحد ما يكونوا الجروس بتاعي. يعني النيوكلس بيبقى عندي تو نيوكلس بيتكونوا مع بعض، واحده في الرايت وواحده سيمنتايت، يفضلوا يكبروا مع بعض يكبروا مع بعض. دي ليها بقى تفسيرات ثيرموديناميكيه، حاجات يعني معقده اكتر عشان توضح لك ليه بيحصل الحكايه دي، بس المهم انك تعرفه ان الاثنين النيوكلس التو نيوكلس بيتكونوا مع بعض ويكبروا، يحصل لهم جروس مع بعض عشان يكونوا في الاخر البيرلايت. فبيحصل بهذا الشكل، بيبقى عندي الاوستنايت يبتدي يتكون نيوكلس عند الجرين باوندري، النيوكلس تفضل تكبر 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 في كل جرين من الجرينز دي لحد ما في الاخر يتكون عندي بيرلايت بهذا الشكل. في بقى عندي زي ما قلنا حاجة اسمها الهايبو يوتكتويد ستيل،
هايبوبيوتكتويد ستيل يعني في نسبة كربون أقل من 0.8% كربون، بسميه هايبوبيوتكتويد ستيل. عند درجات الحرارة العالية طبعا المادة بتكون 100% أوستينايت. لما ببتدي أبردها بيبتدي يظهر عندي ثانية واحدة، لما ببتدي أبردها بيبتدي يظهر عندي هنا في المنطقة دي، هنا كان 100% أوستينايت، هنا 100% أوستينايت، نزل هنا يبتدي ينفصل عن الأوستينايت، ينفصل فيرايت، فالفيرايت يسحب شوية كربون من الأوستينايت، يفضل يسحب منه كربون لحد ما بوصل عند النقطة دي، بيبقى عندي نسبة معينة من الفيرايت ونسبة لسه متبقية من الأوستينايت. النسبة المتبقية من الأوستينايت دي تتحول إلى فيرلايت. يبقى أنا النتيجة النهائية اللي هتطلع لي هنا عبارة عن هنا كان ألفا زائد جاما، هنا هيبقى ألفا زائد بيرلايت، لأن الجاما هتتحول لبرلايت. البرلايت يعني إيه؟ يعني ألفا وسيمنتايت عاملين الشرائح، الشرائح دي كده أهو، بس هيكون مع الشرائح هيبقى عندي جرينز من الألفا. يبقى اللو كربون بيحصل له النيوكليشن اند جروس، الفيرايت بيحصل له نيوكليشن اند جروس، فيسيب الاوستينايت مع نسبة أعلى من الكربون. طب إيه بقى اللي بيحصل؟ ده الكلام ده إحنا لسه في الهايبويوتكتويد ستيل، فشكل الهايبويوتكتويد ستيل بيبقى عندي منطقة كده أهو، المناطق دي كلها على الجرين باوندري، بتبقى عبارة عن فيرايت اللي هو اللي باللون الأبيض، أما اللي باللون الأسود دي عبارة عن البيرلايت بتاعي. لو أنا كبرت شوية، لو أنا أخدت شوية تكبير هنا هتلاقي إن دي عبارة عن خطوط، بس هي علشان very very fine فتبان إن هي غامقة كده، بس هي في الحقيقة عبارة عن خطوط زي خطوط الزبرة بالظبط. فبسمي الفيرايت اللي بيتكون قبل تفاعل اليوتكتويد اللي هو الفيرايت ده، بسمي الفيرايت اللي اتكون هنا بسميه ايه؟ هسميه الفيرايت اللي تكون قبل تفاعل اليوتكتويد، ان انا عندي فيرايت تاني هيتكون تحت بعد تفاعل اليوتكتويد بس هيبقى جوه البيرلايت، يبقى الفيرايت مقترن بالسمنتايت عشان يعمل لي البيرلايت، بس في فيرايت تاني لوحده اللي تكون قبل تفاعل اليوتكتويد قبل ما يعدي على الخط ده، فبديله اسم، بديله اسم بسميه ايه؟ بسميه primary ferrite او proyotectoid ferrite، يعني ferrite اولي او ferrite تم تكونه قبل اليوتكتويد، proyotectoid ferrite، ferrite that forms before eutectoid reaction، زائد بيبقى عندي فيه مناطق من البيرلايت. يبقى لو سألتك في الامتحان قلت لك مما يتكون الستراكشر المايكروستراكشر
of hypoeutectoid steel. هتقول لي بيتكون من pro-eutectoid ferrite and regions of perlite. دي الإجابة الصحيحة. طب إيه بقى اللي بيحصل في الهايبر-eutectoid steel؟ أو تتذكر أنا عندي ادي المنطقة هنا اللي على الشمال دي، المنطقة دي كلها اللي فيها الستيل لحد 2% كربون، الخط ده بتاع اليوتكتويد، بسمي اللي على شمال اليوتكتويد هايبو يوتكتويد ستيل، وبسمي اللي على اليمين اليوتكتويد هايبر يوتكتويد ستيل. فاحنا شرحنا الهايبو يوتكتويد اللي هو بيتكون عندي برايمري الفا او برويوتكتويد الفا، وبيتكون عندي الفا تاني جوه هنا اللي هي بتبقى مع السمنتايت بتعمل لي البيرلايت، بتعمل لي البيرلايت. ده بالنسبه للهايبو يوتكتويد ستيل. طب بالنسبه للهايبر يوتكتويد ستيل بعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ نفس الكلام، بس هنا كان الفا زائد جاما، الناحيه دي عندي سمنتايت زائد جاما، فبدل ما تكون عندي على الجرين باوندري تكون في الرايت، تكون عندي سمنتايت. بدل ما كان عندي برويوتكتويد في الرايت، بقى عندي برويوتكتويد سمنتايت، وهيبقى السمنتايت على الجرين باوندري. هو ده الكلام اللي بنشرحه هنا. يبقى الـ resulting structure بيتكون من primary cementite زائد الـ perlite. بسبب بقى الـ network اللي أنا عملتها من الـ cementite، يعني أنا عندي network من الـ cementite قلنا موجود على الـ green boundary، فيبقى عامل كأنه زي شبكة كده، فبيخلي لي المادة اكستريملي بريتل، زي ما قلت زي ما كان عندك طوب ولزقت الطوب في بعضه بالإزاز، فأي خبطة في الطوب الإزاز هيتكسر والطوب يفصل من بعضه، فالمادة فيري بريتل، تبقى بهذا الشكل، تبقى بهذا الشكل. إيه اللي في الشكل ده؟ عندي على الجرين باوندريز عندي السمنتايت عامل شبكة كده، برايمري سمنتايت متشعب كده، وما بين البرايمري سمنتايت عندي ريجنز اوف بيرلايت. نفس الكلام لو كبرنا كده شوية هتلاقي الخطوط الزيبرا لاينز بتاعت البيرلايت واضحة زي الشمس. يبقى بسمي ده ايه؟ هايبو يوتكتويد، لا مش هايبو، ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ده هايبر، دي غلطة، دي غلطة، الكلام ده غير صحيح، هذا ليس هايبو يوتكتويد ستيل، هايبر ده عبارة عن هايبر، هايبر يوتكتويد ستيل، ايه؟ لان عندي برايمري سيمنتايت على الجرين باوندري بتاعت البيرلايت. حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، إن التحول ده بتاع الجاما بحسبه في الإكوليبريم كونديشن. يعني إيه إكوليبريم كونديشن؟ يعني very
slow cooling. زي ما قلت لكم لو عملت تبريد مفاجئ يختفي كل هذا الكلام. ومعنى ان هي equilibrium condition يعني لو سخنت هرجع تاني للاستنايت وهتتعكس العملية. يبقى الإكوليبريم بيروح في كلتا الاتجاهين، ان انا عندي جاما تتحول الى الفا زائد اف اي 3 سي في كلتا الحالتين رايح جاي إكوليبريم. إكوليبريم في حالة الناحية دي في حالة الكولينج والناحية دي في حالة الهيتينج. يبقى انا عندي equilibrium condition. equilibrium condition معناه ان انا عندي slow cooling. طب تعالوا نبص على الفيزز اللي احنا شفنا عليها. احنا خدنا الفيرايت وقلنا ان هو BCC structure، وخدنا الاوستنايت وقلنا ان هو FCC structure، وخدنا السيمنتايت وقلنا ان هو compound لل FE3C. مش لازم تعرفوا الاستراكشر بتاعه ايه. فالسيمنتايت ده قلنا انه very very hard very very brittle. طب الفيرايت البي سي سي ده soft ductile magnetic، ان عند درجات حرارة الغرفة بيبقى magnetic. طب الاستونايت even softer than فيرايت، زائد الاسترينس بتاعه عالي. يبقى جمعت ما بين السوفتنس وما بين الاسترينس، زائد ان هو نون ماجنتيك، لان اساسا الفيرايت عند درجات حراره قبل اساسا ما يتحول لاوستنايت بيفقد المغناطه بتاعته، زي ما خدنا في اول المحاضره خالص لو تفتكر خدنا الشكل ده، ان انا بيبقى عندي الالفا في الحاله البيور الالفا اير بيتحول من ماجنتيك الى نون ماجنتيك اساسا قبل ما يعدي ويروح للجاما اير. عند 768 يتحول من ماجنتيك لنون ماجنتيك. الجاما اير يبقى اف سي سي، وبعدين عند 1400 يتحول تاني الى بي سي سي اللي هو الدلتا اير، وبعدين يتحول لليكويد عند 1539. نرجع تاني. يبقى أنا عندي الأوستنايت في سترينث، السترينث بتاعه أعلى ونون ماجنتيك. أهم حاجة لازم تعرفها إن السيمنتايت فيري هارد فيري بريتل. الحداد بيعمل إيه بقى؟ بيسخن الصلب إلى درجة الإحمرار. درجة الإحمرار دي اللي هي درجة حرارة الاوستنايت. كل درجة حرارة ليها بروبرتيز معينة. فالبروبرتيز الاوبتيكال بروبرتي بتاعت الاوستنايت عند درجة الحرارة بتاعته بيبان باللون المحمر. المحمر اورنج كده. يعني احمر على برتقاني. طب انا عندي different phases دلوقتي. عندي تحولين مهمين جدا. عندي ادي الاوستنايت اقدر احوله بطريقتين، اكوليبريم فبعمل حاجه اسمها ريكونستراكتيف، يعني بعيد بناء الخليه تماما. الاستراكشر ده بيختلف تماما عن الاستراكشر اللي وصل له وما عملتش اي تغير في الماتيريال بتاعتي. في بقى طريقة تانية اللي هي نون اكوليبريم اللي غير موجودة تماما في الفيز دياجرام، لان الفيز دياجرام اكوليبريم. فدي نون اكوليبريم بتبقى ديسبليسيف، بأثر على ده بستريسز على الاوستنايت فبيحصل انبعاك في الخلية. عندي الشكل ده هو الشكل ده هو نفس الاستراكشر، بس حصل انبعاجات رهيبة في الكريستال استراكشر نتيجة سرعة التبريد الرهيبة اللي أنا عملتها. فالأتومز ما تحركتش من مكانها. هنا بيحصل ديفيوجن في الريكونستراكتف. بيحصل ديفيوجن.
ان الاتومز بتاخد وقت كفايه لحد ما تنتقل من مكان الى اخر، ديفيوجن. اما في حاله الديسبليسيف فما فيش وقت، ده بتبقى اجزاء من الثانيه او ثواني، بيتحول الماده من فيز الى فيز. بقى حاج مارتن بقى هو اللي اكتشف الحكايه دي، فسمي لنا الفيز ده مارتن زايت. فانا عندي دلوقتي الاوستينايت ديكومبوزيشن، الديكومبوزيشن بتاع الاوستينايت ان هو بيروح لفيرايت او بيرلايت اللي هو عباره عن فيرايت زائد سمنتايت، ده عن طريق الريكونستراكتيف ترانسفورميشن. اما في حاله الديسبليسيف ترانسفورميشن ما بيحصلش فيه ديفيوجن، ديفيوجن ليس، بيتحول الى مارتنزايت. في بعض الاحوال ممكن يتحول الى فيز بيني، فيز بيني بسميه البينايت، حاجه وسط ما بين المارتنزايت وما بين البيرلايت، على حسب سرعه التبريد بتاعتي. للاسف لغينا من عليكم الشابتر اللي يقدر يفهمكم ايه الكلام ده بيحصل ازاي، اللي هو التي تي تي دايجرام. يبقى ده مجرد شرح لكل الكلام اللي قلناه، اللي بيحصل في السبائك المختلفة للستيل أثناء السوليديفيكيشن. بيبقى في عندي حاجة اسمها الكريتيكال تمبريتشر، لو كبرت على الحتة بتاعت الأوستنايت بسمي الخط ده أو الخط ده زائد 50 درجة مئوية بسميه الـ A3، بسمي الخط اللي تحت ده المنقط ده اللي هو أعلى بقليل من الدرجة الخط بتاع اليوتكتويد بسميه A1، وبسمي الخط ده اللي هو أعلى بقليل من الناحية دي من الأوستينايت بسميه الـ ACM، ACM نسبة إلى السمنتايت اللي هو الـ FE3C. طب يفيدني بايه ان انا عملت كده؟ لا ده يهم قوي في الشابتر الجاي اللي هنشوف ان انا علشان اعمل معالجات حراريه لازم اسخن مثلا السبيكه دي لحد ما تعدي الاي 3. اول ما تعدي الاي 3 بس هي دي الرينج بتاعي اللي انا بسخن فيه العينه، وبعدين اعمل لها عمليه تبريد سواء سريع او بطيء حسب انا عايز احصل عليه. فبسمي دول الكريتيكال تمبريتشرز. قلنا ان في حاجه اسمها الهايبو يوتكتويد ستيل واليوتكتويد ستيل والهايبر يوتكتويد ستيل، قلنا هذا الكلام. طبعا لو زادت نسبه الكربون عن 2% بيكون عندي كاست ايرون بس. وهو ده كل اللي كنا عايزين نقوله في هذا الشابتر. هل في أي حد عنده سؤال؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. يبقى احنا ميعادنا بكرة علشان نقول السكشن ونشرح فيه ازاي تحلوا المسائل على الشابتر ده والشابتر اللي فات. حسن حظكم الشابتر الجاي مفهوش مسائل، بس أنا بتوقع منكم ان انت تعرف وتحفظ ازاي ترسم الايرن كاربون دايجرام. هطلب منك الامتحان اقول لك. نعم بكره الساعه 10 صح؟ بكره الساعه 10 زي ما اتفقنا. بكره الساعه 10 تمام يا دكتور. تمام. يبقى انا متوقع منك في الامتحان انك تعرف ترسم الايرن كاربون دايجرام، يعني تعرف ترسم هذا الشكل وتحط عليه كل المعلومات اللي مكتوبة دي، فين الأوستينايت، فين الليكويد، فين الفيرايت، فين الدلتا، فين البيرلايت، فين الليدبورايت، فين السمنتايت، كل الكلام ده. وترسم مش ترسمه بس، تبقى عارف درجات الحرارة، عارف ان دي درجة حرارة 723، عارف ان دي درجة حرارة 910 أو 912 1999. نعم عارف. لو بتقطعني على حاجه هبله؟ لا دكتور مش حاجه. هي يا دكتور مش درجات الحراره بتبقى جيفن معانا في الامتحان؟
لا المفروض انك تحفظها، المفروض انك تحفظ كل درجات الحرارة دي، تحفظ درجة دي اعلم لك عليها، هرتبهم لك من الاهم فالمهم. تحفظ 910 912 مش هتفرق، 723 أو 727 برضه مش هتفرق، تحفظ ال 1148 اللي هي بتاعة الخط ده، تحفظ ال 1495 اللي هي بتاعة الخط ده، وتحفظ درجة انصهار الحديد، يبقى عارف حتى الحديد اللي أنت بتدرسه ده بينصهر عن درجة كام؟ 1538. تحفظ رقم 0.8 زي اسمك، تحفظ 0.025 زي اسمك، وتحفظ دي يعني تنسى اسمك وما تنساش دي، ان السيمنتايت اللي هو Fe3C بيبقى التركيب بتاعه 6.67، تحفظ دي زي اسمك 2%، مش لازم الواحد من عشرة، 2%، لان هنا اللي بتفصل لي ما بين الستيلز والكاست اير، وتحفظ ان ده اسمه هايبو يوتكتويد ستيل، وهنا على اليمين هايبر يوتكتويد ستيل، تحفظ ان دي اسمها جاما والتركيب بتاعها Fe3C واسمه كامل اوستنايت، تحفظ ان السبيك اللي هنا دي سبيكة اليوتكتويد بتعمل لي استراكشر بسميه بيرلايت، البيرلايت اللي هو عبارة عن الفا زائد سيمنتايت، وتحفظ ان السبيكة اللي هنا اليوتكتك بتديني ليدوبورايت اللي هو ميكشر اوف سيمنتايت زائد جاما، وتحفظ ان الخط ده هو تفاعل اليوتكتك، تحفظ ان الخط ده هو تفاعل اليوتكتويد، وتحفظ ان الخط اللي هنا ده هو تفاعل البيريتكتك بس. يبقى انت كده خدت السؤال التالت. نعم هتجيب لي الرسمه وقول لي حط عليها البيانات. لا هقول لك ارسمها وحط عليها البيانات، تمام لازم تتدرب ازاي ترسم، مش لازم ترسمها تو سكيل، يعني زي ما انت شايف هنا الحته اللي هنا دي مجعلصه، هنا مثلا هنا اصغر شويه، هنا اصغر شويه وهكذا، فمش لازم ترسمها تو سكيل، مش لازم الرسم الدقيقه، بس يبقى فيه شوية نسبة وتناسب يعني، زائد برضو بيجيلك على تحفظ برضو اللي هي 4.3 اللي هي تركيب بتاع سبيكة اليوتكتك، تحفظ 0.8 تركيب بتاع سبيكة اليوتكتويد، تحفظ 0.18 اللي هو التركيب بتاع سبيكة البريتكتك وهكذا، وبرضو بيجي لك الليفر رول، بيجي لك مسائل على الايرن كاربون دياجرام، بيجي لك الليفر رول انك تحسب الاماونت اوف فيزز وتحسب برضو الكومبوزيشن اوف ايتش فيز. يبقى انت كده فهمت كل الشابتر وقدرت تحل عليه مسائل، وهنحل عليه مسائل بكره ان شاء الله، ربنا يدينا ويديكوا طول العمر. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، شكرا يا دكتور. العفو. يلا بقى روحوا لو حد عنده محاضرة تانية أو عنده أي حاجة تانية يعمل. أشوفكم على خير إن شاء الله بكرة. يا ريت متأخروش علشان برضه عندنا حاجات كتير لازم. تمام يا دكتور، معلش بكرة. نعم. بكرة الساعة كام معلش؟ الساعة 10. تمام. السلام عليكم.